السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى كنعتذر على هذا الانقطاع اللي حصل خارج على الإرادة ديالنا. مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغرب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. مباشرة من تضم الليل معنا السي الحسين. السي الحسين عامل مغربي من منطقة زابورة، جابته الأقدار تفتح خبز كما كنقولوا باش يعيش هنا. الآن هو كيعيش مع النساء ديالو، يعني الأم والأب ديال الزوجة ديالو. البنت اللي كتلاحظوا معنا الآن في الصورة واللي بطبيعة الحال السن ديالها بقى قاصر في سن 15 سنة، ما كيسمحش لينا أننا نبينوا الوجه ديالها. لهذا فكتلاحظوا معنا يعني عاطية الظهر ديالها. باش ما نطولش عليكم، حسين البنت ديالو عندها مرض القلب كما هو مثبت كما غتشوفوا معنا في هذه الصور هذه، واللي غنجيكم القصة باش تسمعوها معنا. غادي نشرح لكم القصة كيفاش مع الحسين. سي الحسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله أستاذ. نعم. عيطتي علينا؟ يا خويا عيطت عليكم بان الوقت بالنسبه للدريه بنتي اكتشفت عندها واحد المرض وما عنديش الاراده ديالو باش نقوم. قبل ما نوصلوا دابا، امتى اكتشفتوا المرض في الدريه؟ دابا الدريه في عمر 15 سنه. نعم. امتى غتكتشفوا نتوما هذا المرض؟ غنكتشفوه تقريبا هذه شي شهر وشي حاجه باش اكتشفنا هذا المرض هذا، باش انا ولات كتغوت كتبقى ودير انا ولا كيضرني جلدي بزاف. والمراه عندي قالت لي ودي هاد الدريه خصني نمشي ندوزو ليها نخرجو لها شي دواء راه كيضرها جنبها. على اساس هادشي هو اللي كان في قصدي، مشينا دينا عند الطبيب دوز ليها قال لك ودي هاد الدريه هاد المرض ديالها ما اكتشفناش، خاصها تمشي دير تخطيط. قلنا لي مودي فينا بلاصه، قال لك كاينه شي طبيبه في المدينه هي اللي مشاو عندها، قال لك كتشد عندها الرانديفو بالجوجل. المهم باختصار درنا الجوجل، درنا مع الرانديفو مع الدريه بنتي خالها معايا ساكن معاها مانا في الدار، عطانا التليفون. المهم شد لنا الرانديفو في جوجل، مشات الدريه دارت تخطيط عند هذيك الطبيبه، قالت لها ودي غديري عمليه، الدريه خاصها عمليه، كان عندها شي عرق في القلب. قال لك مع الناس اللي كيتزادوا كاع الناس جميع الناس كيتزادوا كيكون فيهم هذاك، مع المده اللي كيبدا يكبر بنادم كتسد ليه ديك التقبه ديال داك العرق. الدريه ما تسدش لا ديك التقبه ديال داك العرق، بقات هكا فين ما كتم غادا المدرسه ولا تكون في الدار هذيك كيضربها داك الشيء بحال شي موس صدر ديالها. المهم اللي شناها ولا في هذاك الشيء كثر في هذاك المرض بزاف، ملي دينا درنا لها التخطيط قلت لك ودي هاد السيده خاصها دير عمليه. قلنا لها ودي حنا حاله ضعيفه ما في حالناش وخدامين على قد الحال وما عندي لا رميد لا كيس، لا ولد خدام في واحد الشركه وتحبس دابا ما بقاش عندي لا كيس، ما بقاش كنتخلص على الدراري، ما بقاش عندي الخدمه ديال لا كيس. المهم ما عنديش الرميد. اكتشفت هذه القضية ملي قلت لها أستاذة شحال هاد العملية كتقام. واخا قبل ما نوصلوا شحال كتقام. نعم. واخا غير باش نبقاو مع نعم سيدي كذلك مع ياسمين. نعم سيدي. ياسمين بنتي السلام عليكم. وعليكم السلام. حاولي دوي شوية بنتي ياسمين مزيان باش يسمعوك المشاهدين. كي دايرة بنتي لاباس عليك؟ كيفاش الحمد لله. بغيناك تعاودي لينا بنتي اللي مضرورة دابا، إمتى حسيتي براسك بأنك بدا كيجيك هاد الجنب ديالك ولدك وليتي كتحسي بالوجع في الجنب ديالك، امتى بدا كيبدا كهاد الشيء هذا؟ دابا تقريبا شي شهر وشي حاجه، كنقول غادا المدرسه راه كان في الدراسه كيدير دار من ديك المدرسه، كتحس غادي يكون عندها شي حاجه ماشي عاديه، صافي من مشيت دوز قالوا لي راه خاصك ضروري ديرو على العمليه، صافي دابا ما عرفتش شنو غادي ندير. واخا بنتي غنمشي معاك عاد دقة انتي بطبيعة الحال حيت انتي معمرك ما تنحفظتي في السوشيال ميديا معمرك يعني كنقدروا هاد المسائل هادي. دابا غير باش المشاهد هو يفهم معنا باش نفهمو ويفهم معنا المشاهد. دابا انتي ملي كتجيك هاد الحالة هادي كي كنتي كتحسي؟ اشنو هو الشعور اللي كان عندك؟ واش كنتي كتسخفي؟ واش يعني بحال هكا اشرحي لنا مثلا اشنو كان كيوقع لك في القسم؟ واش في الزنقة؟ واش في الدار؟ واش لا ما كنتش كنحس بشي حاجه كضرني بزاف، يمكن صافي ما كيجي يضرني داك كيبدا يضرني بحال الضو صافي راه شي كنكون غادا مدراسه ولا ما شحال من مدرسه كيضرني، يمكن كنسخف من ولا غا كيبقى يجي داك الكلاكاج صافي ما كنقدرش نبقى نتكلم. كتقولي عادي
كنقول اه كنقول لها شي حاجه ضاراني صافي دائما كيبقى يضر هاد الايامات كيضرني بزاف زاد عليك بزاف اه وكيزاد كيضرني قلبي بزاف صافي كنتزير قلتيها لماما وبابا اه قلت لماما وبابا هي فاش دوزت صافي قلتي لهم حد الان دابا حد الان باقي كيضرني دابا حد الان واش كتمشي للمدرسه؟ اه كنمشي للمدرسه وكتمشي للمدرسه وانت مريضه؟ كنمشي للمدرسه وما تحركت بزاف كيبدا يضرني دابا ملي الا تحركتي كتحسي براسك بانك اه الا تحركت بزاف كيبدا يضرني القلب اه وفي القسم كي كتحسي براسك في القسم؟ كتكوني مركزه في الدرس كتكوني مثلا اشنو مثلا؟ آه كنكون مركزه في الدرس صافي بعض المرات كتلقى الا تحركت بزاف بحال الموت ولا آه. جريت بزاف كيضرني حتى بحال الان ما كنلعبش دابا انت محرومه من الرياضه؟ اه محرومه بطبيعه الحال اشنو اشنو مثلا ملي مشيتي اشنو قالوا لك مثلا شنو قالت لك الطبيبه انت؟ ملي مشيت كنت صحاب عندي غير شي حاجه بسيطه صافي ملي قالت لي من خدت تخدم القلب قالت لي قالت لك تقول لك راه خاص الدار ودي واحد العام لا اشنو قالت لك عندك في القلب شنو واش قالت لي عندك واحد العرق الدراس كاع فاش كاع كنتزاد وكتسكتي وانا نتسكتي اه يعني شي عرق باقي كيتنفس اه باقي كيتنفس هو اللي قال لك هذاك الشيء هو اللي قال لي هذا المشكل ديالك انت دابا انت كتحسي براسك مريضه اه عرفتي انا كاع الى غير مثلا تحركت بزاف صافي ما نقدرش يمكن كاع صافي كنجلس اه واخا سي حسين قلتي لي باغي تبكي سي حسين واه راه اثرت فيا سميتو بالنسبه للحاله ضعيفه وما نفحاليش وداك الشيء على قد الحال يلا غادي مع الوليدات ومع المدرسه وللاسف بالنسبه لي انا 3 مليون بالنسبه لي انا باش بنتي كتضع قدامي ما عنديش ما عنديش استطاعه باش نحل لا ما هوش مثلا 5000 درهم باش غادي نغامر فيها ونخدم فيها ونجوع كلشي 3 مليون استاذ و 3 مليون خاصك تحطها عاد دير العمليه يعني قال لك حطها عاد تدخل الدريه ايوا راه هذا هو اللي كاين يعني قالت لك الدريه قالت لك الاستاذه قالت لك بالعمليه كدير 3 مليون خاصك تمشي تحط 3 مليون عاد دير هذه العمليه بالنسبه لي انا ما عنديش ماشي شي حاجه بسيطه والغلب الله وزيدون اول مره تتوقع كنوقع في هذا المشكل هذا ما عمري دريت بان غادي ساعدوك ما عمرني بالنسبه لي انا زعما صراحه وصلت لهذا الشيء وما بغيتش كنشوف بنتك حداك اه كنشوفها قدامي حيت ملي كانت كل مره اه كل مره دابا كنكون باقا في الدار يلا نجي من الخدمه ندير لها كلش كتقول بابا جنبي بابا جنبي هذا هو اللي جعلنا الموضوع نكتشفوا المرض ديالها اما في الاول ملي كانت مره كنسمعها ومره ما كنسمعها بحال قلتي انا نيت من ديك البطريقه آه. ولكن فاش ولا داك الشيء الطبي وكان ملي تزاد داك الشيء ولا ملي دار تحاليل ودار داك الشيء المهم يعني صافي اكتشف بان الدريه راه مريضه خاصها والحاله ديالي ضعيفه ما نقولش لك مرات خدام مره ما نخدمش مره وعايشه مع نسابي آه وعايشه مع نسابي دابا غداروا فيا خير عطوني واحد السكوينه الفوق أنا صح ما عنديش باش نشري الوالدين عندي كانوا ضعفاء في البلاد توفوا الله يرحمهم الله يرحمهم وعندي جوج خوات في البلاد وما ما عنديش شي حاجه مثلا اللي طالب معاه شوك ما عنديش حتى ما نبيع ولا اخو استاذ صراحه ما عندي لا ما نبيع ولا عندك ما تبيع على وليداتك صراحه اولى اولى بنتي هي الاولى قبل ما كتغي شي بلاد في كل شي شي بلاد ولا شي حاجه ولا عندي شي حوايج نبيعها مع استاذ ولا شي حاجه ما عنديش الناس اللي كنخدم معاهم دابا على قد الحال الا مشيت عندي اول واحد ولا اخر واحد كاع نقول ليه بنتي مريضه ولا هذه يجري تيعيط يجبد لي 100 درهم 200 درهم اللي كاع ما خلاش يعطيني 500 درهم ما مسافه بعيده باش غادي نوصل 3 مليون استاذ يعني نهار انا كاع نجيك الصراحه نهار اللي جيت من الخدمه ومشات هي دوزت وجابوا لي هادشي نقول لي الوضيع زعما ملي ريحت باش ريحت وقلت انا المراه صافي الماكله قدامي في الطابله سير داكشي حتى حاجه مقدسه بقيت كنبكي صافي ما حيت قالت لي الدريه مريضه وخاصها دير عمليه 3 مليون وخاصك مثلا تدخل دير عمليه خاصك وعاد تشوف الادويه وعاد تشوف مثلا داك الشيء مكوب هذا يعني الحاله ضعيفه وكنطلب من المحسنين ومن الخوت ومن المؤمنين يتعاملوا معايا في هذه القضيه يشوفوا من حالي راه حتى الله اللي عالم بيا باش يحسبوها بنتهم الدراري ومرحبا يحسبوها بنتهم ولكن حتى انا غيديروا واحد الخير فيا انا الله هو اللي غيعزز لي بكل وضوح انا صراحه محن بالنسبه للادويه مثلا الصايار والوقت الله يكون في العوان وكانت يعني
طرفت خبز راه كتجيبو كنجيبو يعني ما نقدرش ولكن هادشي فوق جهدك حتى هادشي دابا استاذ انا كاع والله كنقول الشيء اللي في قلبي والله حامل عليا حتى انا فاش عيطت ليكم عطوني الناس النمره ديال الجمعيه وهادشي جيت اخويا ما نكذبش عليك ما نقدرش حتى باش نعيط وعاود عيط لك وما عاود ثاني ما نقدرش نعيط يعني ما عنديش بحال لا كنتسمى انا غنبغيت نتعاون انا ما بغيت لا فلوس لا حتى شي حاجه انا بغيت غير الدريه تشافى ليا صافي هذا هو القصد ديالي اللي كنقصد انا ما عندي الوراق ديال الطبيب عندي داكشي انا ما كنطلبش شي واحد ما كنطلبش شي واحد انا يعطيني شي ريال ولا شي ريال استاذ انما كنشوف نطلب من الله والمحسنين والخوت والحباب الا كان شي ناس محسنين ولا يتعاملوا معايا يشوفوا من حالي وما خليت فين مشيت يعني طلبت ناس وهذه ولكن غالب الله اللي كلي شي حاجه تيقول لي سير حتى من بعد حتى هذه عندي المري ديال الجنايات وداك الشيء ولكن كنطلب الله الله يسهل عليا ويعاونني ويكونوا شي ناس محسنين اللي يحسنوا بيا وبهاد الدريه انما يا الله ديال 15 عام نخليها نبقى نشوف فيها تموت قدامي انما 3 مليون ما عنديش انا باش غندير 3 مليون ما عنديش باش غندير 3 مليون وانا بالنسبه لي حاله ضعيفه هذا هو المشكل اللي وقع لي استاذ ما نكذبش عليك واخا دابا كنطلب من الله والمحسنين اخويا يشوفوا من حالي راه الله اللي عالم بيا وبغيت الدري غير تشافها وتتبع المدرسه ديالها والرياضه ديالها والمسائل ديالها والحمد لله ان شاء الله الله يجازيك بخير وطول عمرك الله يرحمك انت ياسمين اشنو الطلب ديالك انت ياسمين؟ كتطلبوني المحسنين يعاونوني بغيتي تتي تعيشي؟ انا بغيت بغيتي تعيشي تتي ومع الصحابات ديالك ياك؟ اه ما كبنيش كتبكي ما تبكيش الأمر بيد الله جاني بحال الصدمة بحال تصدمت بحال كتبكي يا بنتي علاش؟ ها؟ مشاهدينا الأوفياء إن كان بالإمكان أننا نقول لكم الصورة مباشرة ديال بنتنا ياسمين الدموع ديالها غاليين بزاف كتبكي مسكينة ما عرفاتش تحطات واحد الأمر ما بيديها والو يعني كما سمعتوا الأب ديالها كيقول لك أنا الحمد لله طرف خبز كنجيبو باش ما عطا الله أنا ما كان ماشي من النوع ديالي عاتي أنني نمد يدي ونسعى ولكن قال لك جاتني واحد الضربة اللي ما عنديش جاد ليها دوك أنا ما قلتش لهم مثلا أنا بغيت غير يتجمع لي داك المبلغ ديال العملية بغيت العمل يا استاذ فاقس انا الحمد لله اللهم لك الحمد عندي حريفه ديال الصناعه ديال الشيء ديال التدواب ديال الفون كنخدم فوندريه باش ما جاب الله كل نهار واش كيجيب الله ولكن المشكله باش غادي تجمع لي هذه الفلوس ديال 3 مليون وندير العمليه للدريه ما استطعتش حيت ماشي في الامكانيه ديالي باش غادي نستطع بحال مثلا نجيب 3 مليون في ظرف مثلا يومين ولا 3 ايام وهي دابا هي مده شهر باش دارت الاجراءات ديال الطبيب وداك الشيء ولكن ها هي مده شهر وباقي انا ما حصلتش حتى على شي ريال باش غادي من الاجره ديالي باش غادي نقاوم هاد الدريه انما دابا كنطلب من الله والمحسنين يتعاملوا معايا معامله ديال انا انسان خو انا بلي التاريخ ديال اللي في نعم نهار 8 في شهر 2 ياك؟ اه المهم انا استاذ رانا ما قريتش زعما ماشي مشكل 8 في شهر 2 انا شفت الورقه اه المهم داك الشيء اللي عطى الله من النهار اللي اكتشفنا هذا المرض استاذ وحنا في هذه القضيه هذه ديال بالنسبه لهاد الدريه راه هذا هو المشكل اللي خلاني انا مرضت في هذه حيت ما كنتش حاسب على هذا الحساب كنت حاسب مثلا غير ندي الدريه نداويها شي 500 درهم ولا 1000 درهم كاع ماشي مشكل ديال الدواء ولا يخرجوا لي كاع ادويه نتبعها مثلا مع المده تيجيب الله الشفاء ولكن ملي مشينا قالت لك هذيك الطبيبه ضروري العمليه خاصها الدار ما كاين لا والو صافي وجبنا هذاك الشيء يعني هذا هو التخطيط هذا هو التخطيط هذا هو التخطيط من الاوفياء يعني مديور نهار 21 يناير 2022 هي يا استاذ 21 يناير 2022 ها هو رابور ديكو ها هي ها هو كلشي كنشوفو فيه الان يعني هذه البنيه الان منذ التاريخ هذا اللي كنتكلموا عليه الان يعني 22 يناير لحد اللحظه ضاقت لي في حاجه كما قالت الدكتوره
كتلك بان هي في حاجه ماسه في هذه العمليه هذه، والا حياتك خطر، والا في الحياه ديال ياسمين في خطر. لاحظتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، الاب ديالها قال لك اودي انا ماشي كنقول للناس مثلا باش يبقاو يجمعوا، لا انا قال لك الا توفر لي غير المبلغ ديال باش ياسمين دير العمليه ديال القلب. انا هذا هو الطلب ديالي اللي كنت كنطلبها، مثلا غير بحرقه غير المبلغ ديال العمليه يعفوني من الناس المحسنين. اما انا بالنسبه لي انا ما بغيت شي واحد يعطيني شي حاجه ولا يجيب لي شي واحد شي حاجه للدار ولا شي حاجه، اللي كان المحسنين تكلفوا لي بهذه العمليه الله يجازيهم بخير. بالنسبه لي انا راه ما نستطيعش باش غادي نجمع هذه العمليه، ولو نزيد كاع شهرين ولا اربع شهور اخرى ربما ما غاديش نلحق هذاك المبلغ اللي هو. تقدر الدريه اللي تعرض حياتها للخطر ما بتعرفش من هي. حنا دابا كنا ما عارفينش استاذ بان كانت غير كيضرها جنبها، حنا مشينا غير دوزنا لها، حنا صبحنا في عمليه كدير 3 مليون، ما بالك غدا ولا من بعد غدا تقدر تكون شي حاجه ربي هو اللي عالم، تكون كنت الله ما تعرفوش وليت تقول تندم راسك تقول انا ما درتش. وإلا مشيتي بغيتي تطلب شي ناس ولا تمشي عند شي ناس اللي فخامات مثلا تفتخر بهم وتمشي عندهم، كيما غتمشي غيقول لك هذا غير بغا ينصب علينا، حيت ما غتمشي تقول بنادم عطيني واحد 5000 درهم وتدور عند اخر يقول لك 4000 درهم ولا هذه ودير جمع بشويه بشويه، ما غاديش بنادم يتيقب غادي يقول لك هذا غير نصاب. انا ما بغيتش الفلوس، ما عندي ما ندير الفلوس، ما نشيش الفلوس، ما هو الهدف ديالي هو غير الدريه بنتي ندير العمليه بان ما نضيعش ليا السيده ما نضيعش حياتها. والا كان العمر قصير من عند الله واخا ندير العمليه ولا واخا ما نديرهاش، المهم خصني ندير مجهود انا وندير السبب وكمان على صدق ان شاء الله. هذا هو اللي كنتمناه استاذ، والله يجزيك بخير وكنشكرك. مرحبا كنشكرك بنتي ياسمين. شنو هي الأمنية ديالك دابا أنت؟ شنو هو الرسالة اللي بغيتي توصلي للمغاربة فيهم خوتك فيهم في مقام والديك في مقام جداك في مقام جداك؟ شنو بغيتي تقول لهم أنت؟ بغيت نخلي بنتي. أنا صراحة أنا والله العظيم ما بقيتش نقدر نشوفك، أنا ما بقيتش نقدر نشوفك عرفتي علاش؟ حيت انا كنشوف دموعك دايزين وما عارفش ما عنديش الجهد. الله يصيب الجهد ديالي هو انني وجهت الرساله ديالك للمغاربه، واكيد اكيد الحمد لله ما غاديش يتخلى. الله يجزيكم بخير اخويا والله ما تبكيش دموعك غاليه بنتي. لا اله الا الله كتبكي الدري لما حيت بنتي حاسه بالظروف اللي حنا كنعيشو فيها، ماشي ظروف عاديه وي سيب الله صافي ياسمين بنتي ما تبكيش، اللي دار الله هي اللي كاينه، حنا الامر بيد الله، حنا الناس المحسنين في الناس. قولي بنتي اهضري بنتي اهضري قولي. كنتمنى لقاش واحد اللي يعرفني، اكثر حاجه كنتمنى لي انت عشان ما كنتش عارف انا غنكون كاع مريض. ما عمرك تفكرتي انك غتكوني مريضه كاع؟ لا عمرك فكرت بأنه غادي يكون مريض وكنتمنى بلاش مشاهدينا الأوفياء صراحة ما كنعتذر، لأن حتى أنا كنبقى إنسان، حتى أنا كنبقى أب، حتى أنا كنبقى إنسان، كنبقى يعني صراحة بحال هاد القصص بحال هاد المواقف هادي، فصراحة كتذوب الحزن. بني يعني عمرها 15 سنة كتحل عينيها كتلقى راسها مريضة بمرض القلب. الأب على قد الحال كما سمعتو يعني هو كيقول لك أنا ماشي مثلا كنقول لهم عاوني في كفة ولا لا، أنا كنقول قال لك كنقول أنا غير هذا القدر نزل عليا على فجأة، بنتي كتضيع حدايا خصني ليها عملية 30000 درهم. أنا قال لك شي واحد من مثلا الناس يتكلفوا هما مثلا قال لك انا ما يمدوا لي والو يتكلفوا لي غير بنتي مثلا تدخل دير العمليه باش هاد البنيه هادي نقدوا ما يمكن انقاذه، حيت تقدر مع المده انه تفاقم الحاله ديال ياسمين وتزاد على هذا المرض لا قدر الله، وهو كيقول لك غادي يحس بحال يحس راسو بحال هو داير شي ذنب بانه ما دارش المجهود ديالو، ولكن قال لك انا جهد لا جهد الله، قال لك طرف الخبزه كنجيبو. لا الحمد لله طرف الخبزه كنجيبو الله يجعل البركه ولكن قال لك انا 30000 درهم ما عنديش،
هو عنده ما يبيع قال لك يبيع مسكين. ما نكذبش عليك يا استاذ، كون عندي ما نبيع ما نثبتش عندي حاجه، واغلبيه ندير العمليه وتا دابا ربي كبير. حنا دابا ربي كبير، حنا كنتمناو الخير في الخوت وفي المحسنين وفي غادي يكون خير العائله ديالنا وفي الاخوان المسلمين كاملين، غادي يكون خير ونتمناو والله يكون خير ان شاء الله، واللي جات من عند الله مرحبا. غادي يكون خير. انا المهم الهدف ديالي هو هذا القدر اللي تطرح عليا، مثلا ما عنديش التوفيق باش غادي نعطيك. عطينا الرقم ديالك السي حسين باش ما نطولوش. نعم سيدي ديال التليفون. عندي سيدي 06 06 37 13 26. عاود 06 08 37 13 26. ديروا الرقم ديال الهاتف ديالك ديال المشاهدين الاوفياء باش ما نطولوش عليكم. كما نقول دائما لكل بدايه نهايه، نحن سنتي على نهايه هذا البث مع السي حسين ومع بنتنا ياسمين. كنتمناو من هذا المنبر، كنتمناو صادقين كل قلب ديالنا انه يتم التفاعل مع الحاله ديالها، وبغينا ان شاء الله نجيو نسجلو مع بنتنا ياسمين ملي تدخل دير العمليه، اللي كنتمناو انها تخرج منها بخير وعلى خير وترجع للحاله ديالها الطبيعيه، ترجع للصديقات ديالها طبيعه الحال اللي معاها في المدرسه، ترجع للعائله ديالها، ترجع للاحباب ديالها، ترجع للمغاربه كلهم. الامل ديالنا من بعد الله في المغاربه كبير بزاف، وكتعرفوا الحمد لله حنا دائما كنحطوا لكم الصوره او الحاله، والحكم بعد الله سبحانه وتعالى كيبقى لكم نتوما مشاهدينا الاوفياء. اذا الى هنا سنأتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، وعلى امل اللقاء بكم ان شاء الله ملي تبغي بنتنا ياسمين دير العمليه، واكيد يقين ديالنا في الله في خوتنا المغاربه على داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن كبير بزاف 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 باش نقطو هذه البنيه. سي الحسين، سي حسين. نعم استاذ. الساعة تولي لها. الله يجزيك بخير. الساعة تولي لها. الله يجزيك بخير. بارك الله فيك، نشكرك ونشكر كاع المسلمين والمحسنين اللي كيسمحوا لي في هذا المنبر. الله يجازيهم بخير، وكل واحد اللي دار شي حاجة الله اللي غيخلصهم. هذا هو المشكل يا استاذ. كتلاحظوا الدموع ديال عندما يبكي الرجال. الانسان ما يمكنش غيتقابل مع خوته المغاربة ويبكي وهو كيمثل. بنتنا ياسمين ما غاداش تبكي وهي كتمثل، هذه حالة مستعجلة. وكنعاود نقول اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقى آذان صاغية، قلوب مفتوحة إن شاء الله، وهذا هو معروف على المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. الله يجازيك أستاذ وكنشكرك، بارك الله فيك. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم من منطقة طيط من الليل. إلى اللقاء في بث مباشر آخر، وتسمحوا لي حيت غادي نقطع البث بوحدي، اضطريت انني نجيب وحدي اليوم، كنعتذر لكم مره اخرى.